قول لي ايه اطول، ايه الاطول؟ هتفكر في الشهور بس هو شهر فبراير. بيقول لي امسك 5 تفاحات بيقعوا، انت ممكن تختار اللي بيطلعوا لفوق، بس ده غلط، لازم تختار اللي بينزلوا لتحت. طيب شباب، اللي بينزلوا لتحت بس، اللي لفوق بيزودك تاني، اللي لتحت بيكسبك. فولينج، بتسقط. اوكي شباب، عايز يعدي القطة الناحية التانية، يعني حركة المشروم ده حطيته في النص. الاول هنخليها تنط كده، هتقع. هنجيب المشروم نحطه في النص، هنخليها تنط عليه، وقعت برضه. طب يا شباب، الحل ان احنا ناكلها المشروم، هتكبر وتنط الناحيه التانيه لوحدها. يعني افكار غريبه جدا. بيقول لك بعد كده بيدي لك مقص، بيقول لك الموضوع ده اطفي، ده خطر جدا. هنضغط على الزرار بس الاحمر يا شباب، هيطفي. طيب بيقول لي جاست اطفيه وخلاص عادي. طبعا انت تقعد تفكر وتعمل كلاكيع. طبعا يا شباب، هنعمل عملية الضرب الاول، 5 في 5 25 زائد الاربعة 29 ناقص 2 27 يا شباب. بعد كده ليفل 16 بيقول لي رتبهم، هنرتبهم من تحت 1 5 7 11 49 80 101. غلط. طيب هنرتبهم من فوق 101 80 49 11 7 5 1. غلط. هرتبهم زي ما هو قايل يا شباب، الترتيب اللي هو قايله، 1 بعد كده 49 بعد كده 80 بعد كده 5 11 7 101، هيطلع صح. طيب شباب، بيقول لي الرقم المستخبي كام؟ شباب هنجرب كده ارقام كتير، 35 75 مثلا، ف هيطلع انه غلط. شباب هنكتشف في النهاية ان احنا كان لازم نحرك الصخرة. شباب الصخرة نفسها بتتحرك، شباب يطلع تحتها رقم مستخبي، هو رقم 40، هو ده الحل. بعد كده بيقول لي how many months فيهم 28 يوم، كم شهر فيه 28 يوم؟ طبعا شباب كل الشهور فيها 28 يوم، 12 شهر. طيب نيكست، بيقول لي بيك اب بونص، مش عايزين البونص، نو ثانكس. بيقول لي خلي الكل الولد يبطل عياط، هنجيب المجرفه هنحفر هنلاقي عظمه، نحاول نديها للكلب، الكلب الولد هيسكت، الكلب هيسكت. اوكي نيكست، بيقول لي فين البلاك شيب؟ مفيش خروف اسود هنا. ويرز ذا بلاك شيب؟ مفيش بلاك شيب هنا، فاحنا هنخلي ناخد اللون البلاك ونلون بيه كل الشيب.